ذكرت في الخطبه الاولى ان من مفردات الرحمه الالهيه في بعثه النبي الاكرم صلى الله عليه واله هو تحقيق التالف والتراحم والتعاون ما بين مكونات المجتمع الايماني بما يحقق وينمي القوه الاجتماعيه فيها مساله القوه الاجتماعيه شغلت على مدى قرون شغلت العديد من المفسرين ومن المفكرين الاجتماعيين عندما بحثوا عن طبيعه هذا العنوان وكيفيه تحقيقه وكيفيه ضعفه وزواله من اي مجتمع ما هي العوامل الكفيله بتنميه القوه الاجتماعيه ما هي المردودات الايجابيه من وراء القوه الاجتماعيه كيف يمكن توظيفها؟ وما هي الاسباب التي يمكن ان تضعف من القوه الاجتماعيه او تفككها او تزيلها من اي مجتمع؟ هذا الاهتمام من قبل اولئك الفلاسفه والمفكرين الاجتماعيين ياتي نتيجه وعيهم لاهميه هذا العنوان، وامكانيه توظيفه اما في اتجاه الخير من خلال ما يتوافق مع غايه من غايات خلق البشريه بهذا التنوع وهو غايه التعارف. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اما ان يتم توظيف القوه الاجتماعيه في اتجاه تحقيق هذه الغايه الخيره في هذا التنوع البشري بحيث يتم ايجاد قوه متلاحمه تعمل لصالح البشريه لمنافع البشر واما في الاتجاه الاخر ان يتم توظيف القوه الاجتماعيه لخدمه الاغراض الشيطانيه. هناك بعض الطواغيت يدركون حقيقه هذه القوه الاجتماعيه فيعملون على تقويتها او تاسيسها ومن ثم توظيفها من اجل مصالحهم الطاغوتيه الاستكباريه وصوره من ذلك نموذج على سبيل المثال ما قام به هتلر قبل الحرب العالميه الثانيه وكيف انه وظف تلك القوه الاجتماعيه ضمن تصور معين بحيث خلق من ذلك حروبا ونزاعات وقتل ادى بالنتيجه الى تلك الكوارث التي وقعت ابان الحرب العالميه الثانيه وارتداداتها بعد ذلك الان كيف عرفوا القوه الاجتماعيه كي تتضح الصوره اكثر احدى التعريفات انها القوه التي يمتلكها المجتمع في الجوانب العمليه يعني المساله ليست مجرد تنظير وشويه نظريات وكلام وخطابات وشعارات لا مسألة مسألة عملية تتحقق على الأرض المتمثلة بالتماسك والترابط العضوي ما بين أفراد المجتمع على أساس ماذا؟ على أساس الفكر المشترك، قد يكون الفكر ديني، قد يكون الفكر قومي، قد يكون الفكر وطني، أي عنوان من العناوين والشعور المشترك، يعني هذا عنصر آخر مهم مساله الشعوريه الجانب الشعوري وليس فقط الفكر يعني الفكر والعاطفه في اتجاه الهدف الواحد المشترك. وعي اهميه هذه القوه يعني كلما كان المجتمع يدرك وكيف يمكن له ان يدرك اهميه القوه الاجتماعيه؟ يدركها من خلال التعليم في المدارس وغير المدارس من المؤسسات التعليميه من خلال وسائل الاعلام من خلال التربيه في المنزل وخارج المنزل يجب ان يكون هناك توعيه وتعليم في هذا الاتجاه عندما يمتلك المجتمع وعي اهميه القوه الاجتماعيه ويبدا بالتنازل عن العناوين المفرقه والعناوين الفرديه انا والاخر هذا الحزب وذاك الحزب هذه القوميه وتلك القوميه، هذه القبيله وتلك القبيله، هذه الاسره وتلك الاسره وهكذا من عناوين يتمحور حولها الناس كلما يتم التنازل عن تلك العناوين للصالح العام كلما عمل المجتمع على تحقيق القوه الاجتماعيه والعكس صحيح يعني كلما تحققت الفردانيه اكثر نوازع الذات اكثر التعصب القبلي اكثر التعصب الحزبي اكثر العائلي اكثر كلما ادى الى اضعاف القوه الاجتماعيه لاحظوا معي هذه الصوره القرانيه الرائعه الرائعة جدا الله سبحانه وتعالى يستخدم أحيانا صور حسية من واقع المجتمع من أجل أن يوصل فكرة معينة كي تترسخ في الذهن تتضح أكثر وكي يدرك الإنسان طبيعة هذه الفكرة يقول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا أيها المؤمنون في مجتمعكم الإيماني في علاقاتكم ببعضكم البعض ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يتتخذون تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لماذا؟ أن تكون أمة هي أربى من أمة ما هي طبيعة هذه الصورة الحسية؟ يقول الله عز وجل انتم تعرفون طبيعه هذا الصوف الذي يتخذ من الخراف مثلا هذا الصوف عندما يكون في شكل كومه من الخيوط المبعثره ذات الالوان المتعدده المتداخله غير القابله للاستفاده في صورتها الحاليه فتاتي صاحبه المغزل عندها المغزل الذي من خلاله تبدا بعمليه تحويل تلك الكومه من الصوف المتداخل المتبعثر الى خيوط قويه لاي هدف لانها تريد ان تحول هذه الخيوط بالوانها المتعدده هذه الخيوط المحكمه ان تحولها من خلال عمليه الغزل ثم عملية النسج أن تحولها إلى بساط يتكون من ت... ذلك الصوف المبعثر بعد أن تحول إلى خيوط متلونه أن تحولها إلى نسيج قوي ولا يمكن لهذا النسيج أن يكون قويا ومتلاحما إلا من خلال عملية التداخل في اتجاهات متعدده، يعني المسألة ليست الغاء الذاتيات. هي لا تلغي ذاتية كل خيط، هذا في هذا الاتجاه وهذا في هذا الاتجاه، وهذا بهذا اللون وذاك بهذا اللون، وهذا أسمك من هذا، أبداً. مع وجود الفروقات والتمايزات بين هذه الخيوط، إلا أنها تعمل بحنكة وبجهد كبير انكاثا تعمل من خلال ماذا؟ ان تحول تلك الخيوط الى نسيج قوي هذا بالطول وذلك بالعرض هذا احمر وهذا اسود وهذا ازرق وهذا ابيض تعمل على تداخلها بقوه وشده بحيث يتحول الى بساط رائع يستفيد منه الجميع. ثم تأتي صاحبة المغزل في لحظة وتبدأ بفك هذا التلاحم بفك هذا النسيج وتداخل الخيوط المختلفة من جديد وتحولها إلى كومة من صوف كم أخذ منها ذلك الجهد الكبير سنة عدة شهور اتعبت عيناها عينيها اتعبت يدها اجهدت نفسها سهرت الليالي وكان ذلك البساط المفيد الجميل ولكنها في لحظه غباء قامت ونكثت كل ذلك وكانها لم تبذل كل ذلك الجهد ولم تحصل على تلك المنفعه من خلال ذلك البساط يقول الله عز وجل كل من يعمل على تفكيك التلاحم بين افراد المجتمع المؤمن المتلاحم القوي العزيز بقوته كلما كان اقرب الى صوره هذه المراه المجنونه التي اتعبت نفسها بعد زمن ثم جاءت وعملت على تفكيك ذلك النسيج وتدميره، تلك هي صوره المجتمع الذي يبدا بفقدان القوه الاجتماعيه تدريجيا على اي اساس؟ على اساس ان الحاله الفردانيه بدات تطغى من جديد، انا والاخر، حزبي وحزبه، قبيلتي وقبيلته، طائفتي وطائفته الى اخره من العناوين المفرقه التي تتحول بعد ذلك الى مثل كومه الصوف التي لا نفع منها يقول تعالى ان تكون امه هي اربى من امه يعني لماذا حصل ذلك لان مكونات هذا المجتمع كل من تلك المكونات يقول نفسي نفسي انا يجب ان اكون فوق الاخرين كل المصالح او اكبر المصالح يجب ان تكون لي وليست لفلان وليست للطائفه الفلانيه وليست للحزب الفلاني ان تكون امه هي اربى هي اعلى هي اكثر امتيازا هنا المشكله عندما تتغلب النزعه الفرديه على تلك الحاله من القوه الاجتماعيه والتنازل عن بعض العناوين من اجل الصالح العام والاخطر من ذلك عندما يتم توظيف العناوين والشعارات المقدسه شعار مذهبي شعار قومي شعار وطني شعار قبلي عندما يتم توظيفها من اجل خلق هذه الحاله من التشرذم والتفكك وتفكيك حاله القوه الاجتماعيه تتخذون ايمانكم دخلا بينكم واليمين عنوان مقدس لما نقول والله انتهت القصة المفروض أن الإنسان ما يتلفظ بهذه الكلمة إلا أن يكون صادقا إلا أن يكون قد جعل الله عز وجل بينه وبين الناس من أجل أن يصدقوه فإذا توظيف العناوين المقدسة هي أخطر ما يكون عندما تتم من أجل ماذا؟ من أجل تفكيك القوة الاجتماعية مما سبق ندرك ان كل جهد يبذله افراد المجتمع في طريق تحقيق القوه الاجتماعيه بما يعود على البشريه بالخير انما يكون موضع رضا لله سبحانه وتعالى وكل جهد مخالف يبذل بما يؤدي الى تمزيق المجتمع اكثر واكثر او تمزيق امه الاسلام اكثر واكثر انما هو فتنه من الشيطان يقول تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ان العمل على تحقيق القوه الاجتماعيه هي مسؤوليتنا المنطلقه من ايماننا الذي يفرض علينا التلاحم عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن خلال ما في رقابنا جميعا من عهود والتزامات دستوريه تفرضها المواطنه الصالحه والعيش المشترك في المجتمع الذي نريد له الاستمرار في قوته الاجتماعيه وتنميه تلك القوه. وهي مسؤوليه تقع على عاتق الدوله والشعب والقوى السياسيه والاقتصاديه والمؤسسات الدينيه ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام وسائر الكيانات كيانات. وكل اخلال بهذا انما هو نقض للغزل بعد ابرامه وتدمير للقوة الاجتماعية التي عمل الجميع على تحقيقها خلال عقود طويلة من عمر الكويت، وقد قال الله تعالى: "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا". ولا يخفى على الاعزاء التحدي المتمثل في سعي الجهات التي لا تريد بهذا البلد خيرا، وعلى رأسهم الصهاينة واياديهم التكفيرية. لاحداث الفتنة بالادوات الاجرامية والوسائل التحريضية ومن ذلك عمل الخلية التكفيرية التي القي القبض على افرادها مؤخرا في اتجاه تجنيد بعض الطلبة والمغرر بهم لتحقيق ماربهم الشيطانية وهو الامر الذي يستدعي من السلطات ومن الجهات المسؤولة المعالجه التعليميه والتربويه والتوعويه والاعلاميه بجانب المعالجه الامنيه. اخيرا نتوقف عند تداعيات العدوان الصهيوني وارتدادات طوفان الاقصى. ففي حين نشهد استمرارا لبطولات المقاومه وجرائم الصهاينه فاذا ببعض الدول الغربيه تكشر مجددا عن وجهها القبيح باعلان ايقاف تمويلها لعمل الانروا، لتعين بذلك الصهاينه على احكام سياسه الخنق للقطاع وقتل اهله او تركيعهم بالتجويع الممنهج ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين